اليوم احنا طلبنا في اللقاء هذا معكم ودعيناكم لهذا اللقاء لإعلامكم بحدث هام صار اليوم الصباح. احنا توجينا الأعضاء الهيئة الكل من نابل وسلمنا معناها قضية ثانية إلى دوائر القضايا المتخصصة متاع نابل. هالقضية هذه محالين فيها 33 منسوب إليها الانتهاك وتتعلق بجرائم ضد الإنسانية وبانتهاكات حقوق الإنسان اللي بالطبع جسيمة يعاقب عليها القانون التونسي. هالملف هذايا إذا اتحال اليوم على السيد وكيل الجمهورية كما يقتضيه القانون، والسيد وكيل الجمهورية مباشرة بعد سيقوم ب الإحالة آلية نتاع هل الملف هذايا إلى الدوائر القضائية المتخصصة. قبل ما نحيل الكلمة على زوز من زملائي، كل واحد منهم سيد نائب الرئيس باش يعطينا المعايير اللي نعملوا بها هل الاختيار الإحالة، ثم سيدة علا بن نجمة رئيس اللجنة تاع البحث التقصي باش تعطينا يعني شنو من الإجراءات اللي اتبعناها للوصول إلى هالإحالة، ولماذا الإحالة صارت لهذه الأسباب وشنية الترتيب اللي تنجر عليها. لكن قبل كل شيء حبيت نعطيكم معلومة مهمة بالنسبة للضحايا. أهم معلومة هو أنه القضية اللي أحليناها في جيبس صار تعيين الجلسة، والجلسة حول هذا الملف اللي محالين فيه 14 منسوب إليه الانتهاك مش تصير يوم 29 مايو، وفي الأثناء ثم تدابير قام بها القضاء من أجل ضمان عدم الإفلات من العقاب. وكلمتين قبل ما نتعدى هو أنه احنا اليوم بالعمل اللي قاعدين نقوم به قاعدين ننفذ في التزامات الدولة التونسية في ما يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب من خلال مساءلة وملاحقة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق المواطنين التوانسة. هذا الالتزام هو أخذت على عاتقها الدولة التونسية ليس فقط بإمضاء الاتفاقيات لكن أيضا البروتوكولات وأيضا الإجراءات متاع الرقابة متاع البير تو بير، يعني كيفاش تقولها البير تو بير، مراقبة يعني الدول اللي هما أعضاء في الأمم المتحدة، أنه الأعضاء يراقبوا بعضهم ويقوموا بجملة من التوصيات من أجل مقاومة الإفلات من العقاب خاصة فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية. ثم أيضا هذا الإجراء إضافة اللي هو في تنفيذ عهدة الهيئة في ما نص عليه قانون العدالة الانتقالية، هو أيضا تنفيذ لتوصيات اللجنة الأممية لنهضة التعذيب، لجنة الأمم المتحدة لنهضة التعذيب، التي نصت في توصياتها في 2016 على أن نقرأ لكم: الحرص على إحالة جميع المتورطين في أعمال التعذيب المرتكبة خلال الفترة المشمولة بقانون العدالة الانتقالية للقضاء وضمان أقصى قدر من الحماية للشهود وإلى الضحايا. احنا بالطبع مش بركة نفذنا باسم الدولة التونسية هذه الالتزامات المحمولة على الدولة، لكن بالأساس نفذنا عهدة الهيئة والقانون التونسي والدستور التونسي الذي يقضي بمثل هذه الإجراءات. أشنية المعايير اللي اعتمدناها؟ سأحيل الكلمة للسيد نائب الرئيس لتوضيح هذه النقطة. إذن القضايا وحال عدوية القضية المتخصصة هي قضايا أكثر خطورة تبقى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية 53 لسنة 2013، وهذه المعايير هي تعني كون كل القضايا اللي فيها انتهاكات أكثر جسامة وفظاعة، تكون انتهاكات فيها تركيز على المسؤولين الأعلى درجة أو المورطين في عديد من الانتهاكات،
وكذلك يلزم نضمن مقاربة تمثيلية لمختلف الانتماءات والولايات والحقابات التاريخية، وجمع الانتهاكات المتعلقة بنفس المسؤولين عنها أو بنفس الأحداث في ملف واحد. وبالطبيعة ننتقي الملفات التي فيها أدلة إثبات كافية لتوجيه الاتهام. إذن هي مقاييس موضوعية، وجميع ملفات الضحايا اللي قد تجتمع بالمئات، اللي قلناش بالألاف، اللي تعلق ملفات ضحايا بالمئات، وقد يكونوا اللي قاموا بالانتهاكات هم عشرات. إذن وبالتالي إن كانت قضايا المحالة تعد بالمئات، فإن وراءها من الضحايا، لذلك المسؤولين على ارتكاب الانتهاكات الفظيعة، هم قد يكونون بالآلاف. وشكرا. نحيل الكلمة للسيدة علا بن نجمة لتوضيح لماذا أحيل تلك المنسوب إلى الامتلاك ولا غيرهم على القضاء المتخصص. شكرا سيدة الرئيسة، مرحبا بكم. احنا الحقيقة تمنينا لو أن ما أحلناش الملف هذا ولا ملفات أخرين أعلى الدوائر القضائية المتخصصة، لأنه المشرع التونسي وقانون العدالة الانتقالية أعطى الإمكانية لمرتكبي الانتهاكات أنها تجي قدام هيئة الحقيقة والكرامة وتعترف بالانتهاكات اللي اقترفتها، وتطلب الاعتذار من الناس اللي ظلمتها والناس اللي كانت ضحايا الانتهاكات هذه. لكن للأسف للأسف هالفرصة هذه اللي أعطاها العدالة الانتقالية للقائمين بالانتهاك، الناس هذم ما حبوش يستغلوها وما حبوش يعترفوا بالانتهاكات اللي معناتها ارتكبوها، وما حبوش يعتذروا من الضحايا متاعهم. فالقانون في الحالة هذه الهيئة تحيل الملفات التي يثبت فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أمام الدوائر القضائية المتخصصة. احنا ما ناش نحيلوا في الناس الكل اللي مذكورة في ملف القضية، لا، نحن نحيل في المنسوب إليهم الانتهاك اللي ثبت لدى الهيئة، ثبت لدى وحدة التحقيق بالهيئة أنه الناس هذوما قائمين بالانتهاكات المحالين من أجلها. الملف هذا من الأول كنت تلقت فيه الأعمال، فيه أكثر من 50 منسوب إليه الانتهاك، لكن بعد أعمال التحقيق اللي صارت في الهيئة فما فقط 33 تمكن معناتها التحقيق من توجيه الاتهام إليهم، وهذاك علاش اللائحة متاع المتهمين كانت تضم اللي 33 منتهك. وهنا نحب نقول أهمية أنه القضاء ينظر في المسألة هذه. احنا شنو الهدف متاع إرسال القضايا والملفات أمام الدوائر القضائية المتخصصة؟ هو مكافحة الإفلات من العقاب. احنا شفنا وتو تشوفوا انتوما وتواكبوا وشفتوا معانا حتى في جلسات الاستماع العلنية، انه للأسف خاصة القائمين بالتعذيب كانوا يحسوا بإفلات من العقاب، وكانوا ممكن انهم تحت التعذيب يقتلوا الأول وبعد أيامات يقتلوا الثاني ويقتلوا الثالث ويستبيحوا دماء التونسيين. فالمسألة هذه يلزمها معناتها الشعب التونسي والقضاء يوقفها، فلا مجال لأنه نسمحوا بالإفلات من العقاب. وهذا اللي حبينا نقوله لكم، ومرحبا بكم مرة أخرى. احنا عندنا 13 دائرة قضائية مختصة في القضاء العدالة الانتقالية، 13 الكلهم باش ياخذوا قضايا، ومن هنا فصاعدا وتيرة الإحالة ستكون سريعة، مش على خاطر احنا سرعنا، لكن خاطر الخدمة عندها مدة قاعدة تخدم وتوا خلطت إلى المستوى اللي نجموا نحيلوها. شكرا. هو بالنسبة لمدى تأثير الاعتراف والاعتذار من الضحية وأمام الهيئة على القضايا، الاعتراف والاعتذار وخاصة في إطار التحكيم المصالحة احنا اللي عنا العكس، انه الضحايا يطلبوا انهم يتصالحوا مع جلادهم. فاللي صاير انه المكلف العام بنزاعات الدولة الى حد الان رفض كل طلبات الضحايا للتصالح والمصالحة مع جلادهم، بضعة آلاف
اللي طلبوا المصالحة مع جلديهم، والمكلف العام بنزاعات الدولة رفض ذلك. مدى تأثير الاعتراف والاعتذار على سير القضايا؟ نعرف أنه الانتهاكات صارت، والقائم بالانتهاك جاء اعترف واعتذر، وهذا سيكون له تأثير في القضايا. علاش؟ خاطر فما فرق ما بين واحد يجي يقول راني أنا غلطت، راني قمت بالمسألة هذه، راو كنا في إطار سياسة عامة، كنا في إطار أوامر، نطبقوا في أوامر الناس هذا مطالبين أنه نخرجوا منهم الصحيح والغالط، والله غالب أنا أغلطت وعملت. هذا يؤخذ بعين الاعتبار من عند الهيئة ومن قبل الدوائر القضائية المتخصصة. بل أكثر من ذلك، فما احنا عنا شكون ضحايا اللي يقول للهيئة ما تعديوش قضيتي أنا قدام الدوائر القضائية المتخصصة وقت اللي يطلب مني الضحية الاعتذار. هذا هو اللي صاير، وشكرا. إضافة صغيرة شيء اللي قالته سيدة علا بالنجمة، هو أنه حدث للهيئة أما هما قلة قليلة جدا من هما منسوب إليهم الانتهاك، وعبروا على رغبتهم في أنه يوقع أنه يسامحهم، وهذا مضمن في المحاضر، والقضاء سيأخذ بعين الاعتبار هذا الاعتذار اللي صار من قبل معناها أعوان أمن اللي قاموا بانتهاكات وقالوا هاو السياق اللي صار فيه، فما سياسة الدولة كانت، وبالطبع الجهاز التنفيذي الأمني كان يطبق في سياسة الدولة، ما كانتش إرادة فردية متاع أفراد، كانت سياسة الدولة. وأحنا اللي نبحثوا على معاينته هي اللي سميتناهم جرائم المنظومة، مش الأفراد بعينهم. احنا لا، الأفراد ما يهمونا إلا في حدود أنه باش يوريوا جرائم المنظومة، ودور القضاء المتخصص أيضا أنه يركز في جرائم المنظومة. نتصور جاوبنا على الأسئلة الكل ما عدا السؤال طرحته أنت. ولا مجلس هيئة هيئة الحقيقة والكرامة خذا قرار تمديد بسنة، ومع سعي لانتهاء أعماله في ديسمبر 2018 في فيفري 2018، وهذا القرار ما فيه حتى تغيير إلى يومنا هذا. كان فما تغيير تنعلمكم، بالنسبة لنا هذا هو قرارنا، وإحنا باش نواصل أعمالنا وفق القرارات التي وصلت مع تقرر، وإحنا قاعدين كما قال زميلي نطبقوا في القانون. إحنا هذا شي يقول القانون، إحنا قاعدين نطبقوا في القانون. فمش أسئلة أخرى ما كانش خلينا